سلام سلام بس نكمل خلص مشاهدينا خلينا نسمع اغاني عن جد يعني مش معقول دائما بنقول يا جماعه انه الموسيقى دائما بتعبر عنا حتى لما نسمع اشياء موسيقيه اغاني هيك بنروح لتفاصيل بعيده وتليل الاشي اللي سمعنا انا ولورينا غبنا قلنا بدنا نكمل ضيفنا اليوم مميز زي ما انتم شفتوا رائع جدا بعزف على الجيتار مدرس عنده مواهب متعدده جدا متحمسين كثير ما راح اطول لانه بدنا نستقبل معنا بالاستوديو اكيد عاطف ملحس اهلا وسهلا فيك معنا شرفنا وانا شكرا لاستضافتي يسعدك اهلا وسهلا فيك عاطف يعني حطيتنا بجو كثير حلو والله صح وراح تكمل هاي الفقره ان شاء الله باشياء حلوه نتعرف فيها عليك بشكل اكبر نورتنا اهلا وسهلا الله يسعدكم بدنا نبلش معك على طول وتقولنا ايش قصتك مع الموسيقى تمام هلا انا خريج كمبيوتر ساينس بس بعيد كل البعد بعيد كل البعد من بعد الجامعة على طول اصلا خلال ايام الجامعة كنت بحب الموسيقى وحابب اكمل الموسيقى بس قلت خلص بكمل دراستي عشان كنت احبها بس لما دخلت عالم الشغل حسيت انه مش هذا الاشي اللي حابب اعمله عن جد فبس كملت بالموسيقى وصرت اعزف مع فرق مختلفة وكان بداية على الجيتار يعني كنت اول شيء بعزف بس بعدين صرت اعزف واغني بعدين دخلت على موضوع الهاند بان والموضوع عم بتفرع كمان يعني مش بس عم بيكون عروض وعزف عم بيكون برضو تدريس عم بيكون بعمل ورشات عمل عم بكون عم بعمل ورشات صحة نفسية من خلال الموسيقى فعم بتفرع الموضوع فلا يعني بسمي حالي موسيقي دخلت أو يعني العالم بجوانب المتعددة النفسية العلاج جميع النواحي واحد بيضطر كمان مرات انه بده يعني في اوقات كانت الموسيقى شوي يخف العروض فيها لما صار في احداث بالفترات الماضية فالواحد بده يحاول يلاقي يضل يعمل اللي بحبه طبعاً. بس يلاقي طرق مختلفة بالضبط وطرق مختلفة عاطف يعني جيتار اوكي بنعرفه سامعين فيه وشايفينه ومع انك انت كتير شاطر فيه ولكن الهاند بان هاي شغلة يمكن جديدة علينا الناس ما بتعرفها كتير 100% كيف عرفت عنها كيف تعلمتها احكي لنا هلا هي آلة نسبيا جديدة صار لها 10-15 سنة بالعالم وجديد عم بلش تدخل على الدول العربية حلو كنت اول شيء اشوفها اونلاين اشوفها مع اصحابي اللي برا لما اسافر واحب اجربها بس كان صراحه صعب الواحد يحصل عليها نسبه لسعرها المرتفع وكمان كان بصنعها شخص واحد فكان اللي بده اياها يطلبها يقعد 3-4 سنين يستنى دوره هلا صارت متوفره اكثر وبأسعار معقوله بمواد مختلفه فصار برضه سعرها يعني انه سهل يعني الواحد يحصل على واحده فبس قررت اشتري واحده وبما اني موسيقي اصلا كان العمليه سهله اني اتعلم عليها يعني قدرت بسرعه اتعلمها لحالي بالضبط وحبيتها كثير وبلش ادرسها كمان هلا صرت ادرسها عندي كثير طلاب سالتيني من وين الاله هاي هي ملهمه من اله من ترينيداد من افريقيا بس كان شكلها بس الجزء الاسفل تاعها الجزء التحتاني وبيلعبوها بعصي بعدين في شخص طورها بسويتسرلاند وعمل الشكل هذا وهي من تحت مفتوحه اذا بتنتبهي عشان يطلع الصوت اوكي فطورها بهذا الشكل كان مسميها هانج درام بالاول بعدين لما صاروا بدهم يصنعوها اضطروا ياخذوا الحقوق وصار في محاكم بين الجماعه وسموها هاند بان وفي ناس بسموها سبيس شيب هي شكلها زي الواحد بسموها يو اف او بعمان بسموها الشباب صاجيه الشباب بسموها عنا وين الصاجيه وين الصاجيه طب عاطف لازم اقول للمشاهدين لانه انا ولورينا اول ما بلشنا نتعرف على الاله قلت لنا انه اذا بده يستعملها اي حدا بده يعتبر ان هي سخنه كثير فبناء عليه بدهم يضربوا ضربات خفيفه جدا 100% هلا هي تعتبر من الالات السهله بس نفس الوقت ممكن في ناس يستصعبوا شوي الحركه عشان يطلعوا نوت نظيفه بالاول هي بساطتها انها فيها بس 9 نوتات بشكل هالبيسك هذا في منهم فيهم اكثر النوتات اللي الدوائر كل دوائر هي عباره عن نوتة اوكي حلو وكل هاند بان مقام او سلم موسيقي مختلف يعني هاي مثلا بسموه دي كورد مثلا في حجاز في مقامات مختلفه هلا كل نوتة صوت وعشان يطلع معك الصوت زي ما حكيت لك قبل شيء ايدك تكون خفيفه كثير فبدك تخيليها سخنه ولمسه تكون سريعه شيء اذا طولت شوي حتكتمي الصوت صح زي ما عملنا انا ورزاق والله كتمت كل الصوت قبل شوي ها بلشت تزبط برافو اضبط بالضبط اكيد شوفي جربي نوتات النوتات الاكبر اسهل هون بالنص على الطرف الدويره الكبيره بالضبط بلشت وكل ما زغرت النوته كل ما زغرت النوته كل ما صعب الصوت يعني هدول الدوائر كبار والدوائر صغار هدول اصعب يطلع منهم الصوت طب عاطف تعرف شو عندي سؤال بالحفلات الموسيقية دائما بتكون أكثر من آلة موجودة هي بزبط تتشارك مع الآلات 100% يعني بزبط ندخلها بزبط بس الآلات التانيين مضطرين يلحقوا شو أنا عم بعمل عشان أنا مقامي محدود أوكي فهم بيقدروا يغيروا يلحقوني بس أنا صعب ألحقهم يعني بدهم يمشوا بناء على أنت شو ماشي بالضبط وهلأ بيكون في مشروع جديد إن شاء الله يصير
اتعاون مع موسيقيين مختلفين ويصفي مش هاند بان لحاله يكون معه آلات تانية كمان. برافو برافو. طب عاطف خبرنا عن الناحية الروحانية خلينا نحكي من عاطف. أوكي. انت بتعمل زي ما عرفنا هيك جلسات موسيقية روحانية ايجابية، خبرنا عنها وين وكيف ومتى. تمام. هلا انا عندي مشروع اسمه ذبذبات ايجابية. حلو. بوزيتيف فايبريشنز. فكرة المشروع هو انه انا بسافر على بلاد مختلفة وبحضر زي يعني عروض موسيقية او بزور ناس باماكن، يعني بتكونش رحلة سياحية، بروح ازور مجتمعات معينة اشوف شو الاشياء اللي بيعملوها من موسيقى من عادات معينة، فصرت كل مكان اسافر عليه اختار اغنيه اتعلمها من عندهم بلغه مختلفه وحضاره مختلفه او دين مختلف. صرت اجمع هاي الاغاني وجمعتهم بهذا المشروع اللي اسمه ذبذبات ايجابيه. ففكره المشروع هو انه بعمل عرض شهري تقريبا، حاول يكون شهري حسب الفضاوي ان شاء الله. فالفكره انه بحط الكلمات على شاشه كبيره، بتكون اغاني بسيطه، بتكون جمله او جملتين بضلهم ينعادوا، والناس تكون عم تحضر وبتغني معي من اول عرض لاخره. حلو. تشارك، يعني مش عرض جايين تحضروا، جايين نغني مع بعض، ما بغني بالضبط. فالفكرة أنه نغني مع بعض، كلها أغاني إيجابية بتحكي عن الطبيعة، بتحكي عن التصالح مع الذات، بتحكي عن تقبل الآخرين، يعني كلها جلسة نفسية كلها وكلها رسائل إيجابية، رسائل بتحسن مطلوب والله الأيام الجو النفسية وهي الأمور. فالناس يجي تغني من أول لآخر مع بعض فبستمتعوا بالموسيقى بفرغوا، مش عم بتلقهوا بس عم بيشارك كمان. عرفتي عليه باماكن معينه بتعملها؟ صراحه لا، كل مكان شكل بحاول انوع، وبحاول كمان كل مره صديف موسيقي مختلف يكون معي كضيف، يعني بحب تيجوا. بحب تيجوا. حلو. بنحب تيجي لما تعملوها بوادي رم مثلا مع هاي الاجواء ونار وهيك، بنيجي انا بنعمل بالطبيعه مرات. صح صح. بدها اجواء هيك. بدي اجواء. عاطف بحب اعرف، لانك حكيت عن الجلسات النفسيه هاي، واحنا دائما بنقول حلو الموسيقى توصل رسائل. صح. فما بالك اذا كانت رسائل روحانيه ورسائل نفسيه، لانه اليوم اذا بتطلع على العالم كله اغلب الامراض المنتشره بالعالم هي الامراض النفسيه، من الاشياء اللي بتصير حوالينا، الواحد صارت صحيح. نفسيته بحاجه لشيء يفرغ فيها طاقته. هل بالفعل لقيت نتائج من خلال الجلسات اللي بتقوموا فيها؟ الناس اللي بيجوا عندكم لقوا نتائج، ارتاحوا نفسيا، فرغوا طاقتهم 100%؟ يعني ما بتصدقي صراحه الفرق. وحتى انا كنت يعني اولها انه بسمع هيك وبعرف ان الموسيقى حلوه ومريحه، بس لما صرت اوجهها بهذا المجال صرت جد الاحظ الفرق بطريقه اوضح، لدرجه انه ممكن يجي عندي طالب انه عم بتعلم جيتار وهاند بان وبيكون جاي ومتحمس ومستعجل ويلا هيك، فصرت احط درس هاند بان قبل الجيتار واشوف كيف بيفرق، فبتلاقيه رخى هيك وراء وركز، ولما دخلنا على الجيتار كان مختلف تماما عن باقي الدروس. فهذا بشكل بسيط تهيئ. ولما اعمل جلسات، هلا انا برضه بعمل، حكيت لك جلسات بتكون زي تيم بيلدينج وركشوب اللي هي بناء روح الفريق، بعملها لشركات، لموظفين، لاطفال. فبرضه عم بلاحظ لما اروح على شركه مثلا نعملهم تامل مثلا او بس جلسه استرخاء باستخدام الهاند بان، الفيدباك منهم واللي عم بحكوا لي اياه اللي عم بحسوه يعني كثير عم بحسوا فرق بين الجلسه وبعديها. حلو. بكون هو يومه كله مشغول وازمه وميتينجز وعجقه، فعم بلاحظوا انه عن جد عم باثر عليهم فعم بطلبوا اكثر. حلو كثير، لانه عن جد صوتها حلو وعن جد بتحسه مريح. حابين ناخذ كمان هيك نسمع لنا قطعه من القطع الموسيقيه على هاي الاله، بتقدر تسمع لنا شيء؟ Thank you.
مش معقول شو حلو صوتها، بتجنن بتجنن. بس بتعرف عم بفكر عاطف رائعة، بس كيف ممكن ترجع تعيدها هاي مرة تانية؟ يعني كيف تحفظها؟ يعني هي مش قادرة استوعبها. يعني انا بدق بيانو هي نوتس مثلا، هلا هم في نوتات بس الطريقة الأسهل بنرقمهم أرقام. يعني هم بدل ما نحكي مثلا لا سي دو ري مي، مثلا نحكي 1 2 3 4 5 6 7 8 نوتس، بس بطريقة مختلفة خاصة بهاي الآلة. هم أرقام للسهولة، برقمهم عشان أصير أسهل لكل حدا. فأنا بجي أقول لك أعزفي مثلا 1 3 5 7 2 4 6 8 أعكسيهم مثلا 8 6 4 2 7 5 3 1. يلا دورينا، يلا انا اليوم لازم نخلص. اكتشفت انه انا هاي النوع الموسيقى اللي بحبها، الذبذبات هاي اللي بتيجي ورا بعض تاخذني لعالم ثاني. ممتاز جدا والله، بنصح كل حدا بحب يستمتع يجرب على الاقل. يعني يقرر انه يلا بدي اصير عازف، يجرب مره مرتين ياخذ حصه ويسمع الصوت ويشوف كيف بحس مع الآلة. بس الأطفال عم بيعرفوا يدقوها، عم بيستوعبوها. يعني إيديهم صغيرة وهيك. عم أختي عمره 6-7 سنين وعم بيطلع مؤشرات حلوة. برافو، ما شاء الله ما شاء الله. طيب عاطف، خبرنا أكثر للناس اللي بيحبوا يعملوا معك جلسات، سواء كانت نفسية علاجية أو حتى يتعلموا أي نوع من الموسيقى أنت بتقدمه، كيف بيقدروا يتواصلوا معك؟ بيقدروا يتواصلوا معي على الإنستغرام، بيبعثوا لي مسج، يدخلوا برضو يشوفوا الأشياء اللي بنزلها. يعني حاطت فيديوز للدروس الجيتار، فيديوز لدروس الهاند بان، فيديوز لحلقات الغناء التشاركية، وبرضو في فيديوز للأغاني تاعتي اللي أنا مألفها مع الجيتار. يعني هذا مشروع كنت بلش فيه وقفته شوي، إن شاء الله هيرجع يكمل. فبيقدروا يستفسروا اللي بدهم اياه وانا جاهز. يعني برافو برافو، احنا عن جد انبسطنا كثير بانه تعرفنا عليك عاطف وعلى هالموهبه الكبيره. بس قبل ما نختم معك حابين نسمع اغنيه على الجيتار، شو رايك؟ يلا طبعا يا ريت. طيب شو رايك بالك تسمعنا شيء على الجيتار؟ حسمعكم اغنيه من اغاني انا كاتبهم، اسمها تتهني. تتهني. تمام جاهزين؟ حلو. جاهزين احنا. بعرف جننتك بفني وزهقتي تستني، ومش عارف شو بدي، وانتي تركتي ورحتي، مش متأكد اذا ارتحتي، ان شاء الله تكوني عرفتي تنجي، وبكل خير تحكي عني، وانا عم بكتب لك وبغني وبدعي لك تتهني. مش حنسى دموع المحطة لما ناولتيني الحطة، كل شي عندك عطيتيني وأول كتاب هديتيني، ولا رح أنسى أول دفتر وقت قلبي كتير تأثر. أنا أبداً مش عم بتحسر، بس هذا اللي عبالي بيخطر، وبدعي لك وبعد تتهني. مع بعض تتهني. أيوة تتهني بالحب والحياة على طول المدى، تتهني بأولاد وبنات كبر المحيطات، تتهني ويزيدك أمل، تتهني كل ما يلف عجل، تتهني من هون للسماء، تتهني لو مع أي حدا تتهني. عمكان جديد عبلد تاني بعيد عن بيتي وعنواني، حبك أخذني ووداني، علمني كتير وفرجاني، الحب مش حب لو كان ناني، ولا حب لو كان بس علشاني، ذكرني بقدري وفنجاني، فتحني جروحي ودواني، خلاني أدعي لك وأنا أغني تتهني. أيوة برافو. تتهني بالحب والحياة على طول المدى، تتهني بأولاد وبنات كبر المحيطات، تهني ويزيدك أمل، تهني كل ما يلف عجل، تتهني من هون للسماء لو مع أي حدا تتهني. يا سلام. يا
سلم. برافو برافو. والله حلوة كتير ونتمنى لك أنت كمان تتهنى أنت كمان صحائية. بس أنت هذا دليل أنه أنت حب الأيام الجيل القديم، محطة ودفتر يعني ما فيها سوشيال ميديا، ما فيها أشياء قديمة. ما في بلوك وديليت، ما في لا أشياء قديمة. حلو كتير اللي سمعناه عن جد، نتمنى لك التوفيق. وقبل ما نختم بسير يعني صرت موجود عندنا، رجع نستمتع بال رزان الطالب الجاي عندك. أنا لأنه أنا من أحد طلابك رح أكون رزان الطالب اللي جاي. يعني عاطف عن جد بنتشكرك، بنتشكر وجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق. أخذنا إلى أجواء عالم مختلف، صح ولا لا؟ صح. نتشكر كمان المشاهدين. أجواءك رائعة عاطف، الله يوفقك دائما. بنحب دائما نسمع أعمال جديدة لإلك، وبلكي صار في عندنا هون طلاب جداد. انا بحب الجيتار. انت كمان؟ انا جيتار. خلص انا بكمل جيتار. لا لا المسمع بيصدق. ثانك يو كثير. شكرا كثير على الاستضافه، جد انبسطت معكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. اكيد اكيد. شكرا كثير لك مره ثانيه. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا كل يوم جمعه الساعه 9:30 على عمان تي في مثل ما تعودتوا. وبنحب نشكر طبعا مين؟ نشكر مطعم برات، نشكر بنك الاسكان، نشكر شركه زين اكيد، ونشكر بن معروف اللي استضافونا اليوم وشربنا من عندهم اسكا قهوه وقعدنا واحلى جو يعني عندهم كالعاده. شكرا كثير لكم مره ثانيه. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم. نختم مع نختم عاطف. إلى اللقاء. Thank you.